هنروح لموقف الفرقتين ونشوف موقف الفرقتين قبل هذا اللقاء. النادي الزمالك باعتباره صاحب الأرض في المركز الثالث لعب مباراتين وعنده من النقاط 6 ومن الأهداف 4 وما دخلش في مرماه ولا هدف حتى الآن. إن شاء الله نختمها كده برضو ما فيش أهداف النهاردة. النادي الأهلي في المركز الثاني لعب مباراتين عنده أيضا 6 نقاط وأحرز 5 أهداف وما عليهوش برضو ولا هدف. هنروح لقائمة نادي الزمالك اللي اختارها مستر باتريس كارتيرو لخوض هذا اللقاء الهام، القمة 123 ما بين الزمالك والنادي الأهلي. حراسة المرمى محمد أبو جبل، محمد عواد، خط الدفاع حمزة المسلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، قدام حضراتكم طبعا الأسماء، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد أحد ناشئي نادي الزمالك. خط الوسط طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أشرف رؤى، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، ونجم مصطفى فتحي، ويوسف أوباما. خط الهجوم 2 لعيبة، سيف الدين الجزيري وعمر السعيد. حكام لقاء اليوم، طبعا مفيش شك ان الحكام احنا كلنا في ظهر الحكام المصريين، مفيش شك. وانا يمكن شخصيا سئلت في اكتر من برنامج قبل المباراة امبارح واول، وكل الدعم للحكام المصريين، ما عندناش اي مشكلة. شريطة أن يكون هناك تكافؤ في الفرص، أن يكون هناك عدالة في الملعب حتى ياخد كل فريق حقه ومحدش يطلع يتكلم بعد المباراة. وياريت ما نحسش بالحكم النهاردة، لأنك أنت طول ما أنت مش بتحسس بالحكم يبقى الحكم نجح في إدارة هذا اللقاء. وعلى فكرة في حكام مصريين كتير جدا يا جماعة نجحوا في إدارة هذه اللقاءات، لسه البنا قريب، محمد الحنفي، في حكام كتير جدا 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 طبعا قبل كده، حكام سابقين طبعا اكيد 1000000% كان عندهم نجاحات. وان شاء الله ربنا يوفق طالب التحكيم النهارده المكون من محمد عادل حكم للساحه، احمد حسام طه، ويوسف البساطي مساعدان، امين عمر حكم رابع، واحمد الغندور حكما للفيديو، وعبد العزيز السيد مساعد حكم فيديو، وسامي هلهل مساعد احتياطي. يعني هم عاملين مساعد احتياطي برضو للحكام لو قدر الله حصل اي اصابه اي حاجه، يبقى في حكم مساعد احتياطي اللي هو الكابتن سامي هلهل.